لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معك لو تيأس بلحظة وتخذل من معك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة بين كماشتين الحلقة الثالثة اليوم يا طلاب معانا حصة ريادة وبكلمكم عن ضرورة غسل اليدين أسهل حصة اليوم غسل اليدات صح كلكم تغسلوا يداتكم لكن اليوم بنتعلم كيف نغسل يداتنا عشان نضمن إن يتجنبنا الفيروسات أول حاجة بنعمله نبلل يداتنا بالمي ونفرك يداتنا بالصابونة والمي أوه الرغوة كثيرة شفتوا دي الرغوة؟ نفركه بين أصابعنا ونبعد أي خاتم في يداتنا ونغسله وما ننساش تحت أظافرنا لأنه الأوساخ والجراثيم تتراكم تحته يلا يا طلاب يلا خلونا نطبق أمه فرح بي ليش اشتي منه؟ قال لي اسوي له شاي ملبن وما ادريش فين راح شوفيه يمكن طلع على السقف ولا خرج يدور له شبكه خلاص انا برجع الشاي المطبخ ولما يرجع بجيب له ما ادريش يا ماما قالي تعبانه وجسمي كله يوجعني اه يا بنتي كلنا احنا تعبانين يمكن مع تغيير الجو لكن يلا خلاص هيا روحي انت ارتاحي انا في دالك يا ماما يا أستاذ ببيتنا نغسل يداتنا بغسول اغسل يداتك بغسول أو صابونة أو شامبو أهم حاجة أي منظف يدات جنب المي رش لي قليل يا أستاذ أيمن قتل كل الفيروسات لأنه غسل يداته كثير اليوم أحسنتوا يا طلاب أهم حاجة أنكم لا تنسوش تغسلوا يداتكم قبل الأكل وبعد الأكل وبعد ما تخرجوا من الحمام وكمان غسلوا أي حاجة تشترونه عشان ما نخليش الفيروسات توصل لنا من أي باب أيوة كده بنقفل كل الأبواب فوق الفيروسات بعد يا حسام من جنب زميلك كل واحد يجلس في مكان إيش مكتوب في الجدار يا حسام اقرئك لا تجلس جنب زميلك خلي مسافة متباعدة بينك وبينه لا تنسوش المسافة اللي بينكم كان داخل الصف أو خارجه والكمامة يا أستاذ تخنقنا عادي بعده بالفصل الفيروسات تخنق أكتر فعشان صحتك خلي الكمامة على وجهك والكمامة كيف بتحمي؟ بتحمينا كتير افرض إن أنا مصاب وأنا مش لابس كمامة وإنت لابس كمامة ما بيوصلكش فيروس كورونا يعني الكمامة والتباعد وغسل اليدات هي اللي بتحمينا من فيروس كورونا ممتاز يا حسام وكمان تعقيم اليدات والباب والمفاتيح وشنطكم دحين متى نخرج نلعب يا أستاذ؟ بنخرج الآن ومعي لكم لعبة جديدة ايش من لعبة؟
مين؟ أني خيرية افتحي. أهلاً أهلاً، تفضلين. كيفك أنت ملكة؟ في حالك، وكيف إيمان؟ والله أنا الحمد لله، بس إيمان شوفي تعبانة شوية. تعبانة؟ إيش في به؟ مريضة، شكل الناس استبردت. بالله عليك، طيب وديتيها المستشفى؟ لا والله، أخذنا لها دواء الحمى ومسكين، وإن شاء الله أنها تتعافى. أها، طيب فينك يا بتطمن عليها؟ عندك راقدة بغرفتي. خلاص مدام راقدة خليها، ما بزعجيش، باقي لها مرة ثانية. وفين بتروحي؟ ادخلي جلسين يا أختي. أنا مريت بس أسلم عليكم، برجع لعندكم بالعصر أنا وإكرام. هيا يا أمي، البيت بيتك في أي وقت. يا معين، عيننا من عندك. الله يعينك يا أحمد. الله يعين الجميع. كيفك اليوم يا أحمد؟ الحمد لله عايشين. وكيف ابنك؟ الله يهدينا ويهديه. كل يوم مشاكل في البيت والمدرسة، يتعاقب في البيت والمدرسة. جبتني القلق على ابنك، أكيد ابنك في به حاجة، ولا ما بتغيرش كده فجأة؟ لا تقهرنا فوق قهري يا حاتم. اسمع يا أحمد، أنت صاحبي وأحبك وأعزك، ونصيحتي لا تتساهلش بالموضوع، وأكيد في حاجة غيرت ابنك، لأن ابنك ما بتغيرش كده من نفسه. روح اقرأ عليه، يمكن عين، ولا عملوا له عمل. إيش من عمل يا حاتم؟ وإيش من عين؟ ومن بيعمل له؟ عاد صغير. توقع أي حاجة، وإذا أنت مش فاضي أنا بروح معه لعند الشيخ، ولا أجيب لك الشيخ للبيت. إيش؟ شيخ بكله؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. إكرام اسمعينا، معي موعد مهم ويمكن أتأخر، فقولي لأمي عشان إذا تأخرت ما تقلقش. هي تمام، واني بروح بيت عمي نزور إيمان. خير، مالي إيمان؟ والله أمي قالت إني تعبانة. إيش في بيه؟ سلامات؟ يمكن برد وحمى قازعة. الله يحفظه. هيا روحي شوفيها، ولا تنسيش التباعد، وممنوع السلام. ها هيا. طيب خلاص، أول ما توصل اتصلي لي وطمنينا. حاضر، ولا يهمك. مين؟ من يدق الباب؟ أنا حاتم. افتح افتح يا أحمد. أهلين يا حاتم، تفضل تفضل. لا لا ما فيش داعي، خلينا أكلمك هنا أحسن. خير؟ والله يا أحمد مش عارف من فين أبدأ. أقلقتنا، إيش حصل؟ ابنك يا أحمد، ابنك أيمن طلع مسحور. إيش إيش؟ مسحور؟ انتظرونا في الحلقة القادمة. أيوة معك. تأليف زيادة القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال. مراجعة نص يسرى عباس. بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان البراي، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الداري، أنور الشرفي، عمر الدلاق. مدير خط الإنتاج سحر عبد الله. منسق المشروع أمل الشيباني. مدير إنتاج أسامة الشهاري. منسق إنتاج نبيل العريقي. متابع إنتاج عبد الله المدعي. مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التت كلمات حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان. غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني هاشم حمود هاشم. الإشراف العام خالد سلام. إخراج نزار حمزة.